ويتكون برنامج الأمان الاجتماعي الفوري هذا من 20 مشروع وإجراء تغطي مجالات التعليم والتكوين المهني والصحة والبنى التحتية والبيئة والتكافل الاجتماعي ودعم المواطنين الأكثر فقرا وهشاشة. فعلى صعيد التعليم والتكوين المهني سيتم قبل نهاية السنة إن شاء الله بناء 42 مؤسسة تعليم ثانوي وإنشاء 79 مدرسة مكتملة وبناء 474 فصلا كتوسعة لمدارس موجودة، وذلك من أجل دعم القدرة الاستيعابية لنظامنا التربوي وتحضيره لاستقبال كافة التلاميذ السنة الأولى الابتدائية في العام الدراسي المقبل، تمهيدا لبناء المدرسة الجمهورية المنشودة.